السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أنا جايب لكم فيديو عن لعبة دريم ليجا، دريم ليجا بلاك دي إن شاء الله هيكون فيها اللعبة أقوى وكل حاجة فيها فول أوبشن، الجوينز اللعيبة وكده. أنا مغير الشعار بتاع ليفربول وطقم ليفربول، وزي ما انتوا شايفين المالتي بلاير عالي، وزي ما انتوا شايفين حضراتكم الاستيتس اللي هي W262 ده كده انا فايز، والدي اللي هي 35 اللي هي ان انا متعادل، والال اللي هي 64 الخسارة. وزي ما انتوا شايفين اخر ماتش فزت، يعني التعادل فيه 2-2. ونبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو حابب اوريكم التيم مانجر، زي ما انتوا شايفين حضراتكم اللاعبين، دي تشكيلة ممكن تغيرها براحتك. زي ما قلت لكم الطقم ليفربول، وبعد كده اللاعبين حتى الاحتياط، يعني هتلاقي نجوم كتير زي ما انت حابب في التشكيلة. انا برجح ان انا العب باربعة تلاتة واحد اتنين، دي اقوى حاجة يعني. نبدأ اللعبة، نبدأ لايف. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح ازاي بتغير بتحط الملفات من هنا لهنا عشان اللعيبة، وازاي بترجع لو خسرت ترجع للمستوى اللي كنت فيه، مكسب او تعادل بدون خسارة. ارفع السيرفر، خش تاني. زي ما انتوا شايفين كده الديل الاونلاين السيرفر فيه مشكلة، اللعبة عليها ضغط من زي ما انتوا عارفين. اللعبة دريم ليجا شخصيتها ومستواها في الشهرة أعلى من أي لعبة تانية. دي مشاكل سيرفر، يعني حاجة غصب عني. أهو بدأ. أتمنى الاشتراك والدعم. برضه السيرفر هو مضغوط شوي، اشترك فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح زي ما قلت لحضراتكم ازاي بتغير طقم، ازاي بتغير تحط الملفات في داتا في الاو بي بي، وبعد كده ازاي كده طريقة تحميل المواقع اللي انا هرفع عليها ان شاء الله. احط لكم الروابط تحت الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي، والفيديو ده فيديو تجريبي. نبدأ. عادي انا ممكن اخسر يعني، لان انا ليا زمان ما لعبتش. ابراهيموفيتش، فيرجن، دولفيو، ابراهيموفيتش، صلاح، رونالدو، دولفيو. أليسون بيكر، سايد، with the
يعني ممكن اختصر الفيديوهات لو حضراتكم عايزين، بس انا ما بحبش اختصر، يعني احب ان انا ايه اهم حاجة هنا بتبص على حارس المرمى، بتشد الشاشة لتحت، بيسيب الكورة، بتلعبها بسرعة بحيث ان يعمل هجمة سريعة. مش مشكلة، قدامنا الوقت كتير. أنا مش مركز أوي يعني عشان بشرح، مش مبرر يعني، بس فعلا فعلا أنا مش مركز عشان بشرح. أهم حاجة إن أنت بتلعب بسرعة عشان الكورة ما تتقطعش، وإن هو ما يقدرش يتحكم في الاتجاهات. إن شاء الله نعوض. في خبايا كتير وفي أسرار كتير إن شاء الله تعرفوها في الفيديوهات الجاية، واحدة واحدة هنكون مع بعض إن شاء الله بإذن الله، وهنقدر نحفظ اللعبة كويس، لأن اللعبة فيها أسرار كتير، منها زي ما قلت لحضراتكم بتقوي اللاعب، بتغير الملفات، تقدر تتحكم في اللاعب، تغيير اتجاه اللاعب، إزاي بتشوط، إزاي بتعمل مهارة زي كده مثلا. شوطة بسرعة دي، أنا عملت سحبت الشاشة لتحت، بس هي كانت أوفسايد. هاف تايم، نص الوقت، الشوط الأول. غير عادي، انت ممكن تغير عادي تشكيلة وكل حاجة، بس انا يعني زي ما قلت لحضراتكم انا بحب العب باللعيبة اخر الماتش، لو حد اتصاب بس بقدر يعني ان انا اغيره. أهم حاجة ما تروحش اتجاه لما تكون الكرة تكون معاه عند الجون، عشان لو غيرت اتجاه ممكن هو يجيب جون، وهنا الباص بتبقى السرعة. Back on the ball. أنا هو متحكم شوية، إن هو شكله بيلعب كتير، لأن أنا زي ما قلت لحضراتكم ما بلعبش ليه فترة. قناة جديدة زي ما قلت لحضراتكم محتاجة دعمكم إن شاء الله، واللايك والشير، لايك آسف، سبسكرايب، اشتراك.
حاجة، حتى لو الفيديو يعني ما عجبكمش بلاش الديسلايك، لأن لسه في البداية.